في أخبارنا العربية والدولية، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية إعادة افتتاح معبر رأس قدير الحدودي مع تونس بعد سلسلة من التأجيلات. يذكر أن الوزارة أجلت افتتاح المعبر 3 مرات من دون ذكر الأسباب، وهذا المعبر هو الوحيد بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا، وغالبا ما يذهب الليبيون من خلاله إلى تونس لتلقي العلاج، ومنه تمر شاحنة البضائع القادمة من الاتجاه المقابل. ويشار إلى أن المعبر مغلق منذ مارس الماضي على خلفية اشتباكات بين مجموعات مسلحة ومهربين مع أفراد ومهربين مع أفراد التأمين والحماية في المعبر. من معبر رأس قدير الحدودي معنا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، هل اكتملت كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية لافتتاح المعبر؟ وما مدى أهمية هذا الافتتاح لكلا البلدين ليبيا وتونس؟ نعم هنادي، وصل إلى معبر رأس جدير وإلى مديرية أمن منفذ معبر رأس جدير الحدودي قبل نصف ساعة تقريبا وزير الداخلية وكذلك وكيل الوزارة، وتوجهوا إلى المعبر قبل لحظات من ظهورنا الآن على الهواء. توجهوا الآن بشكل رسمي إلى المعبر لإعادة افتتاحه بشكل رسمي. وهذا المعبر هنادي هو معبر مهم جدا، يعني نتحدث عن آلاف السكان من الجانبين يقتاتون من هذا المعبر. هناك حركة تبادل تجاري ما بين السكان، وأيضا تبادل تجاري ما بين الدولتين. في السنتين الأخيرتين ارتفع معدل التبادل التجاري بين ليبيا وتونس، ويشكل معبر رأس جدير أحد أهم هذه الممرات التي تمر عبرها التجارة ما بين البلدين. كذلك أيضا هو منفذ مهم جدا للإسعاف ولإسعاف المرضى من ليبيا إلى الأراضي التونسية، وكذلك أيضا بالنسبة للتبادل التجاري وأيضا شراء البضائع، وخاصة من الجانب التونسي، من توجه المواطنين من الجانب التونسي، المواطنين التونسيين إلى الجانب الليبي لشراء البضائع. يشكل هذا المعبر أهمية كبيرة لكلا الجانبين، حيث توقفت الحركة التجارية على الحدود ما بين البلدين بشكل شبه تام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و تم تأجيل افتتاح هذا المعبر عدة مرات على خلفية إشكاليات مختلفة، أبرزها مطالبة البلديات القريبة من المعبر أو التي يقع في نطاقها هذا المعبر بعدد من المطالب التنموية، والتي رفضت فتح المعبر حتى موافقة الحكومة على هذه المطالب. وتم الاتفاق ما بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعيان والمجلس البلدي زوارة في الأسبوع الماضي على تلبية هذه المطالب التنموية والتي تتمثل في البنية التحتية وعدد من المستشفيات والمدارس بعدد من البلديات في هذه المنطقة. والآن يتم رسميا افتتاح هذا المعبر، وتم تأجيل هذا الافتتاح عدة مرات لضمان افتتاحه وعدم إغلاقه مرة أخرى، ومن المتوقع الآن أن يتم افتتاحه بشكل رسمي وعدم الدخول في هذه الصراعات مجددا في المدة القادمة. هنادي، من معبر رأس جدير الحدودي كنت معنا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي، شكرا جزيلا.